الممثل السوري الأقرب ليك بسام كوسة، عباس النوري، سلوم حداد؟ يعني على الصعيد الشخصي لا، ولا واحد منهم. ولا واحد منهم. طب وعلى الصعيد الفني؟ على الصعيد الفني سلوم حداد. لكن على الشخصي انت رافض التلاتة؟ لو مش رافض التلاتة يعني تسأليني أقرب الناس إلي شخصيا يعني. أنا كان أقرب الناس إلي شخصيا كان يعني الأستاذ بسام كوسة، كنا أكثر من أصدقاء وبعدين افترقنا يعني من سنين طويلة. كان الأستاذ خالد تاجة يعني هو من أقرب الناس إلي، والأستاذ حاتم علي.